انا بعتقد ده يعني عايز يوصل يا دكتور. ايه ده اعاده ميلاد الثوره من جديد. الثوره تدافع عن نفسها كما ان النظام المكسور المخلوع يدافع عن نفسه. الثوره اليوم في حاله دفاع شرعي. شيخ صوره بعد اذنك. طب تعالوا خطوتين بس كده هنكمل هنا. هكلمك بقى. طيب هكلمك. انا رايح عندي حاجه ست بيقول لها وبعدين من فين. انا هقعد هنا حوالين مكان هرفع رقبه شويه وارجع تاني. عايزينك بس ارجع مع الناس بس ارجع بقى يا عم. لا ما خلاص الوصل كان منضبط. انا قلت هتتصل قلت الجمعه الجايه بكل الخيارات مفتوحه بس احنا ادينا وقت لغايه يوم الاحد ده في الاعلام. طبعا عايز اسالك سؤال يا دكتور. عايز اسالك سؤال يعني ايه المضاف على الامر ان شاء الله؟ معيش موت يا حبيبي. الحزب احنا في القضاء والحكم سيصدر يوم 10/10 ومتفائلين خير ان شاء الله. عمر الفني شغال بس انا انا مع ما تجمع عليه جماعه الوطن. واقف تكسي. لا واقف تكسي.